تيجي نروح لزميلنا فاروق صلاح مره ثانيه من ملعب مباراه ولقاء مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. مش مكلمك 50 ألف. مليون مبروك يا كابتن ايمن لكل افراد الدوله المصريه، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. منظومه كل فرد فيها ادى دوره بدءا من الدوله المصريه مرورا بمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه المباريات، كل فرد عرف دوره وكان عندهم ثقه في جمهور النادي الاهلي. انا معي في هذه الاثناء معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. معالي الوزير، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي، راهنته ووعدته وكسبته الثقه ولعيبه النادي الاهلي كانت على قد الوعد، والنهارده صعدنا الى دور الثمانيه. اول حاجه الحمد لله نقول مبروك عوده الجماهير لمصر، مبروك عوده الروح للرياضه، شيء طيب، حاجه جميله، ما شاء الله، مظهر مشرف. بشكر لازم كل الاجهزه الحقيقه اللي ساعدتنا بشكل كبير جدا، الاجهزه الامنيه، تذكرتي، استادات، الحقيقه الجمهور نفسه الحقيقه وسعيه ان هو يبقى في ظهر النادي الاهلي. مبروك للاعبين، الاجهزه الفنيه، مبروك لينا. الحمد لله الف مليون سلامه على الكابتن محمود، ان شاء الله الكابتن يرجع النادي الاهلي على طول ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وينور النادي الاهلي. مبروك ليكم ومبروك لكل مصر كلها يا رب. معالي الوزير في لقاء مع رئيس هيئه استاد القاهره قال لي اتصالات على مدار ال 24 ساعه من معالي الوزير العمري فاروق والاداره التنفيذيه انهم يوفروا ويسهلوا كل الامور لجمهور النادي الاهلي. بص، ده شغلنا، يعني ده شغلنا، احنا اتكلفنا بملف وكلنا بنشتغل مجموعه عمل الحياه كبيره، من مجلس دارة ومن جهاز تنفيذي ومن قطاع اعلامي، مركز اعلامي، والاجهزه المحيطه بالدوله. فالحقيقه بنشكرهم مجهود كبير، والمنظر النهارده الحقيقه كان مبدع، كان مشرف، حاجه، بص، حاجة ممتعة، حاجة سعيدة، في فرحة، سهرة رمضانية، قول زي ما أنت عايز بقى، بس مبروك، مبروك سعادة جماهير النادي الأهلي. الأمر والمباراة صعبة وظروفها وتوقيتاتها، خدتوا القرار والثقة من الدولة المصرية وأيضا من الجماهير النهاردة، الجماهير بتوفي بالوعد، كلمة من القلب للجمهور. بنعشقكم وبنعشق تراب رجليكم، جمهور الأهلي عظيم، جمهور نتشرف بيه دايما. دايما سند النادي الاهلي ودايما في ظهر النادي الاهلي. مبروك مبروك مبروك.